حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نور بدربي كيف العيش بلا ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باركس درسنا بكتاب حسن المسلم نوسد زلنا لما عنتي نوسد درسي كاب دعاء الهم والحزن، دعاء نهم نحزن حرد أحد سبحيزه انتهي كم نبل كأو درس نوسدنا لما عنتي بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا يا أخوان، أقدمنا نفلد انتهي فللي أمونغو هم، كذلك حزن، كذلك كرب، زخل زيتاتي انتائف للي يزبل حتو يمزخون. هم مالتي أخوان، انتائي مالتي هم من حردائلو يعني حادث سبحاتيتو، هم مالت نمزعي اوان دفرحكا زخونا نقر، نمزعي اوان دفرحكا زخونا نقر بسبب ناتو بسنك ناتو حساب برتوع مزعكا إذا هم تباهيلو يزوع، هم تباهيلو يزوع. እዚ ንኸይመፀካ እንድሕር ዳኣ ትፈርሕ ኮንካ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ንኸይመፀካ ትፈርሖ ነገር እንድሕር ዳኣ ኣለካ ኮይኑ ማለት እዩ። መሰለን ሓደ ሰብ ትጃር ኣለዎ፣ ትጃርኡ ኸይኸስር እንድሕር ዳኣ ፈሪሑ፣ ሓደ ሰብ ምናልባት ያዕኒ ሓሚሙ እቲ ሕማም ዝያዳ ኸይብርትዖ እንድሕር ዳኣ ትፈርሕ ኮይኑ፣ ሓደ ሰብ ከምዚ ዝኣምሰለ ንሰብ ዘጋጥሞ ነገራት ማለት እዩ። ኣማ ሓዘን ሓዘን እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዝወደቐ ነገር ብዛዕባኡ ክትሓስብ እንከለኻ ብዛዕባኡ ክትሓዝን እንከለኻ ዝኸውን ነገር ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኦ እንደሎ ፍልሊ እንታይ እዩ? ሃም ማለት ንዘይወደቐ ነገር እዩ፣ ንዘይመፀ ነገር እዩ። ንኸይመፅእ ስለ ትፈርሖ ዘለኻ ብኡ ትሓስብ ኣለኻ ማለት እዩ። ሓዘን ከዓ ንዝወደቐ ነገር ማለት እዩ፣ ንዝወደቐ ነገር ማለት እዩ። ሕማም ይኹን ሞት ይኹን ክሳራ ናይ ትጃራ ይኹን መለ ናይ ንግዲ እንድሕር ድኣ ክሳራ ኣጋጢሙካ ከምዚ ዝኣምሰለ ነገራት እንድሕር ድኣ ወዲቑካ ኸዓ ብኡ ትሓስቦ ነገር ከዓ ሓዘን ተባሂሉ ይፅዋዕ። ጠብዓ ምን ተማሚ ሸርዒና ልላሂ ልሓምድ ወልምና፣ እዚ ሸርዕናትና ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ካምል ዝገበረልና ንዝኾነ ነገር እንታይ ኣለና ማለት እዩ? ምስ ረብና ስብሓንሁ ወተዓላ ደራኽበና፣ ምስ ረብና ስብሓንሁ ወተዓላ እቲ ሽግርናትና ንዛረበሉ፣ እቲ ሽግርናትና ናብ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ከምዚ ትረኺቡናልና ናብ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ንውጀሃሉ ነገራት ብዙሕ ኣብ ሸርዒ መፂእና ማለት እዩ። ካብኡ ሕጂ ሓደ ሰብ እንድሕር ድኣ ሃም ወይ ድማ ንሓዘን እንድሕር ድኣ ኣጋጢምዎ እንታይ ክብል ኣለዎ? እዛ ሓዲስ እዚኣ ያ እኽዋን ኣነቢ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ንሰሓባ ይዕልምዎም ነይሮም፣ ቀጥ ኣቢሎም ይዕልምዎም ነይሮም። እዛ ነገር እዚኣ ንኽዕለምዋ ኸዓ ብዙሕ ፀቕጥሎም ነይሮም ኣነቢ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም። ንምንታይ? ኣህምያ ናታ ዓጂብ ስለ ዝኾነ ዎ ወዲ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብዚ ዱንያ እዚ እንዳነበረ እንከሎ ካብዚ ነገር እዚ ክላቐቕ ስለ ዘይክእል፣ ሰዋእን ሓደ ሰብ ሃም ይኹን ክመፀ እዩ፣ ከምኡ ውን እንታይ ክመፀ እዩ? ሓዘን ይኹን ክመፀ እዩ። ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዱንያ እዚ ሙዓረድ ስለ ዝኾነ ንዝኹሉ ነገር እዚ ንዕኡ ብምንታይ ገይሩ ከም ዝከላኸሎ፣ ንዕኡ ብምንታይ ገይሩ ልቡ ከም ዘተርክስ ሓደ ሰብ እንታይ ገይሮምልና ማለት እዮም ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓሊሞምና። እንታይ ኢሎም ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም? እንድሕር ድኣ ሓደ ሰብ
همي مزي ويلم حدسب هم ندحر داء مزي ويلم كم أون ندحر داء حزن مزي ويلم النبي عليه الصلاة والسلام كم زي يبلي لما النبي عليه الصلاة والسلام انت يبل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي كم زلك دعاء تقبر أفت مجرش أن يزدو عازن تايلو من النبي عليه الصلاة والسلام حدس ابن زيان دحر دايلو دحر تشقر مسقاتم همي خن ويحزني خن دحر دا مسيو زيان دحر دايلو يلو من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أذهب الله همه نتهمنات رب سبحانه وتعالى يلقص الليل من النبي عليه الصلاة والسلام وأبدله مكانه فرحا إلو أفتح زن زنبرو أفتح هم زنبرو اتبوتاناتو انتهي رب سبحانه وتعالى يغير الليل منا حقوس يغير الليل ربنا سبحانه وتعالى إلو منا يعني خفت زنبرو هم خفت زنبرو حزن رب سبحانه وتعالى انتهي يغير الليل يعني حقوس نسبزي يغير الليل منا ماتي الله أكبر نرأي حج انتا عينت معاني خمز اللو زدو عاز زقبر والنبي عليه الصلاة والسلام زدو عاز نخنقبر زعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام انتا يلوم اللهم إني عبدك انتا قويتاي يا الله تبلا لخا أنس ناتكا باريئي تبلن رب سبحانه وتعالى انتا يتقبر لخا تأمن لخا أنس ناتكا باريئي تبلا لخا دحرز خل زلماني اتناتكا تذلل لله سبحانه وتعالى مسكنا ترئيز الله خان رب سبحانه وتعالى أبلعلي إذا ما انتهي توسخ بل أنا ترح يكون كنات كباريا انتهي ده كذلك ابن عبدك كم أون نايتي باريها ولاد يون أنا انتبلو أبويون نات كباريا يتبلو ابن أمتك يعني آما انتهي مالتيو بلغة عربية نقول نستيتي ندحر ده ود تبعتهاي عبد تباهيلو قال الستيت خاء آما تبها يعني كلتيو انتاي ماتيو باريا مالتيو كلتيو باريا مالتيو نود تبعتاي عبدي يبهل نقال الستيت خاء آما يبهل كمون أديون انتاي ناتكا باريا أتبلون ربنا سبحانه وتعالى ناصيتي بيدك يعني إيش ناصيتي بيدك تبلون كلها كتتصر ناتيسي كله أبيرك أيد الله تبلون رب سبحانه وتعالى دلائك أخذ قبر النتخيل نسخة تبلون رب سبحانه وتعالى ماض في حكمك اتنات كافردي ناباي كوانا ايتبلو دفرد كان نجر ناباي كوانا ايتبلو ان ربنا سبحانه وتعالى كذلك عدل في قضاءك كم اون اتنات كافردي دماني ناباي انتايو فتحو دخونا فردي ايتبلو ان رب سبحانه وتعالى دفرد كان نجر بفتحي اخان عاي فريد كان نتبلو ان ربنا سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل يعني الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد نول حد فطور رب سبحانه وتعالى أي عمصني ربنا سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى حدث ابن حرد عصبه غيره كندمتاي قبر ربنا سبحانه وتعالى بعشر أمثالها نزسبزي عصبناتا عصرت بقى عصبناتا رب سبحانه وتعالى يهبه ندحر دا حماق تكبار غيروها الله سبحانه وتعالى انت دليل يمحرو انت دليل لك عبتاز قبرا جيغا بقى يغلص ربنا سبحانه وتعالى كندتا جيغانا زماتي فالله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد حجنتا يبلا اللذي دفرد كان فردنا عيكا اتفردنا تكافت حاوي يتبلو ربنا سبحانه وتعالى بدحر زخول مسمقوس كايون رب سبحانه وتعالى بتي يعني زبلت اشم تصوع كاين ربنا سبحانه وتعالى مليسك خا انت يتكبر الله خماتيو حجنا بلمنات جمر كتلمنون كل خادم ماني بموغوس غير كتلمنون الله خا انت يتبل اسالك حتى قال لك انت قويت ايت ربنا سبحانه وتعالى
إلمنك الله أنت قويتك تقولون ربنا سبحانه وتعالى أسألك بكل اسم هو لك بتخل شمناتك شمنا يا رب سبحانه وتعالى أنت أيو كبرت دمول أشمي كبرت دمول أشمي سلازي بتي أسماتناتك كبرت دمول أشم بو غيره يتوعك الله بو غيره يلمنك الله بو غيره يحتك الله تقولون ربنا سبحانه وتعالى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك بث النفس خذ صوعك يشم بو غير يصوعك الله تبلون ربنا سبحانه وتعالى او انزلته في كتابك ويك ات اسمات ناتك ابت كتاب ناتك نتم انبياء دورد كالهم واحد غير كذا ورد كالهم نتم انبياء ناتك نتم رسل ناتك بت اسمات تزوردك يا بو غير يصوعك الله تبل مالتي بكل اسماتنا يا رب سبحانه وتعالى غيرك نرب سبحانه وتعالى تلمن الله نرب سبحانه وتعالى ناو تباص صحلك بتشمناتو غيرك مالتي او علمته احدا من خلقك ويدماني نحد فطورناتك ملائكاتات يخونو ويدمان انبياء والرسل يخونو نعاتهم دعلمك يوم بو غير يصوعك الله تبلون ربنا سبحانه وتعالى او استاثرت في علم الغيب عندك ويدماني ندق سبات يخون نانبياء يخون دي نجر كايوم بزعبا شمناتك بتنسخه تفولطنا ينفسخه شم بو غير يصوعك الله ختبلو بو غير يلمنك الله ختبلو ربنا سبحانه وتعالى حجنت يرد انازي الله سبحانه وتعالى كمتي النبي عليه الصلاه والسلام دبلونا ان لله 99 اسما نرب سبحانه وتعالى سي 99 شم الله ويلو 100 الا واحد ايلو 100 بجك حنتي لهم يعني انت ما 99 شمال لو رب سبحانه وتعالى ايلو النبي عليه الصلاه والسلام من احصاها دخل الجنه ايلو حد انت ايلو علماء 99 لو قبلن كله النبي عليه الصلاه والسلام رب سبحانه وتعالى اسمات اذا انت مالتي القران دوردو يعني نحن نفلطو مالتي لكن رب سبحانه وتعالى دفلطو قال اسمات لو وين الملائكه ذهبهم وين ماني اب نفسه زحز ربنا سبحانه وتعالى انتم فطرات ناتو زيهابوم اسمات ناتو مالتي سلاز انتي تبل الله بذو كل اسمات نات كاسخات فولطو غيره بو يصوعك الله بو غيرنا بخاي باتصح الله يلمنك الله يا انت غويتاي تبلو ربنا سبحانه وتعالى انتي نخ جبرلك ان تجعل القران ربيع قلبي ذو قران سي ذو زورد كاي كلام نات كا زربا نات كا زورد كالنا قران الكريم نفسه انتي جبره لملمنا يلبي جبره تبلون ربنا سبحانه وتعالى يعني انتي مالتي زمعنا ناتو حدث سب اب لملم دلوو بوتان دحر ذا خيدو زرعت زلوو لملم زلوو بوتان دحر ذا خيدو انتي عينت في السهاي سمعو حدث كم وبت قران نات كا انتي جبرن نعي تلبي سي بت قران غير كانتي جبره في السها خمس سمعني دسته خمس سمعني بو جبر لي ذو قران ذو تبلون ربنا سبحانه وتعالى أن تجعل القرآن ربيع قلبي يعني إذا قرآن تاي قبر اللي لملم قبر اللي نعيس في السها خمس سمعني قبر اللي تبلو ربنا سبحانه وتعالى ونور صدري نتناتي صدر دماني أفل البي دمان تاي قبر اللي نور قبر اللي يعني اللبخة نور قبر اللي كان رب سبحانه وتعالى تلمنا مالتي بو أين أين سوء إتو قرآن وجلاء حزني نسو دماني نتحزن ناتي كنت تتقبلو دا العلو كبر اللي تبلون ربنا سبحانه وتعالى انتاي نتو قرآن الكريم وذهاب همي كم اون نتهم ناتي كنت تتقبلو دا العلو كبر اللي زي قرآن زي تبلو ربنا سبحانه وتعالى الله أكبر لذلك يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أمته أن تتعلم هذا الدعاء إذ دعاء زي نخعلموه من تم صحابة بدحريهم نحن ما نخعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بالطعم إيش بالطعم يسعر نيرم صلى الله عليه وآله وسلم سلازي نحن ونتخن قبرا لنا ندحر دا أهم وغم ندحر دا أمزئنا نتخن قبرا لنا ناب رب سبحانه وتعالى كن وجهي قبأنا ناب رب سبحانه وتعالى كل من يقبأنا بزا عينة أتصوى وعزي بزا عينة لمنازي نمتاي الله سبحانه وتعالى دحر دا أحد نقر قدير الكان نخير يقدير الكازلو اتقدير الكازلو نقر دحر دا تمسكم قير كالو
تضرع جيركالو رب سبحانه وتعالى لمنا جيركالو ناو خقربك اسل ازدلي ماتي لكن اتشجر دوره دلكا اتحزن زوره دلكا كاب رب سبحانه وتعالى دهدمك كاب رب سبحانه وتعالى درحق كان حردا اخوينو انتي مالت زين عخا خطر عظيم زي زيراي بحقي خطر نعخا زفرح نغري نعخا زي مالتي للاسف الشديد يا اخوان قال السبات الله هم اندحر دا مسيوه كمون حزن اندحر دا مسيوه انتا يخون مالتي كاب رب سبحانه وتعالى يرحق السبسي كاب رب سبحانه وتعالى يرحق طبعا اذا انتا مالتي زي قلة الإيمان ضعف الإيمان إيمان نايز سبسي سلز تحاتي مالتي حدث مثلا اندحر دا اتي نقدنات اندحر دا خسارة أقاتي موه اندحر دا ولادو ميتوه اندحر دقاء يعني زخونا عينت نهاية الدنيا نقر خسارة اندحر دقاء قاتموه صراح اندحر دقاء واتيو سلد اندحر دقاء تفئوه قمستات اندحر دقاء قاتموه وين اندحر دقاء بنفسه حميمه اندحر دقاء خبطاع عن رب سبحانه وتعالى كفت عبادة عن رب سبحانه وتعالى زرحق اندحر دقاء خوينه إذن تأمالتي خذلان من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد نزل سبزي رب سبحانه وتعالى خفتناته رحمة خرحقه سلز دليئده دمسل له مالتي لمن تاي يعني قال قال السبات نرئي سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على طاعته وأن لا يبتلينا إلا بما نستطيع رب سبحانه وتعالى بتنخل خهبنا إن رب سبحانه وتعالى نلمنه قال السبات نتاي ترئي مالتي دحر دا سخون عينة بلاء وريدو سلاتي قدف دحر حميمه سلاتي قدف تجارة ندحر دقاء خسيره سلات يقدف ندحر دقاء فرحة دخونا نقرأ قاتمه سلات يقدف ويدماني زخونا عينة كام عباداتات نقر يقدف ندحر دقاء تزاريب كاين متاي دي تسجد ندحر دقاء خصفة سلات دي ترأيك حجي أنا خميه يا الله ترئين الله انت عينة حمامة قاتمه الله انت عينة شقرة قاتمه الله سلات كان يركبه اللي إنا تصباح كوين الله مخينه كن سقده إنا لكن دلن شقر كترئي الله كايب لك مالتي طبعا إذا انتهي مالتي زي أسبابنا تبو منتهي إزدالي زلو بأسبابنا الدنيا بأسباب محسوس غيريو انت شقرنا تخفتح إزدالي زلو لحرد أبو قين مالتي إذا سبزي توكل على غير الله سبحانه وتعالى وبذلك إيش أتاه الخذلان بزخ السبزي خذلان من الله سبحانه وتعالى نز سبزي يموت سباتي فالواحد منا دخون عينة بلاك قات من كله خمزي قيرنا برب سبحانه وتعالى قرب يقبع كمزي قيرنا برب سبحانه وتعالى خلم من يقبع ما أنت ربنا سبحانه وتعالى إيش ما أنت خرحمه نزس بزي واتبلاء دورة دلو اتهم اتي حزن دورة دلو خائم أنت ينتايك خونه ما أنت رفعت درجات ناتو بيوم القيامة درجات ناتو حفك بلولو ما أنت مغفرة لي زنب ناتو ما أنت خونه له أنت خقبر له سبزي كتسعر يقبع بخمس عدد عبادة كيرو كمون كفت عينت ناي دعاء انتهى لنا خمسين دحر دا قاتي مناون حزن ويدماني هم من دحر دا قاتي منا انتهى تبين مالتي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال الله أكبر أخوان دعاء عظيم جدا سبحان الله انتهى تبين اللهم إني انتهى قوي تبينه أعوذ بك من الهم والحزن كاب هم كاب حزن كاب زخل سيئنا بخاء عقبال له خاور حقا نتبلون ربنا سبحانه وتعالى والعجز والكسل كمون كاب دخمت كاب تهكيت كاب زخل أرحقا نتبلون ربنا سبحانه وتعالى والبخل والجبن كمون كاب تمعه كاب جبن دمان تاي مالتيو فرحي مبرر ديب اللي فرحي يعني كم متأن لعل زل على فرح ماتي كاب زنا قرزي أرحق أن تبلن ربنا سبحانه وتعالى كذلك إيش وضلع الدين وغلبة الرجال الله أكبر يا أخوان والله عجيب استعازي انتهي تبل وضلع الدين وغلبة الرجال ضلع الدين انتهي مالتي يا أخوان ضلع انتهي مالتي زي ضلع مالت مسنقل مالتي إذا مسنقل ناتنا خميلو تطويل الله يعني قبات إذا مسنقل ناتنا إذا مسنقل ناتنا قباتيو حج انتهي يخونا له اتي دين ناتو اتي عداناتو بزي حواسي انتهي نخقبر مالتيو كوم انخ زنبل مئن كي زنبل مئن يعني بمعنى عام انتهي مالتيو عدان خي بزحنسي نبخا يعقب الله تبلو نربنا سبحانه وتعالى
كذلك وغلبة الرجال كم أون يعني دك سبات أبلع لي كوينم نخي عمصني يعني غلبة الرجال كم انتهي يا أخوان يعني قهر نخ قبرلك تسلط قبرلك يعني حدا سب أبلع لي خام تسلط خون نسي إذا زكا نسي يعني تطعب لبلك خفة لبلك عقيد لبلك مزائي لبلك أبتحتي إن خطكون أبتحت سلطانات خطأت مالتي كم زي يقاتمي يعني حدث مثلا يعني زخونا نقر كنزبي أودك ويد مانا أبتحتي وخون كان استقاد تسرح انتاي قبرك السبز مالتي تتنح انتاي قبرك نعخا يعني تسلط يقبر لك السبز مالتي فكم زين خي يقاتمك انتاي تقبر كم زين خي يقاتمك ناب رب سبحانه وتعالى عقبة تحتت نعم رب سبحانه وتعالى عقبى تحتت. طيب كذلك انتهى لنا دعاء الكرب. دعاء الكرب كرب خاء انتهى مالتي يا اخوان معنى ناي كرب انتهى مالتي تسببا مالتي تسببا مسؤ انتهى يتحوسه مسؤ يعني هم تحوسه مالتي حدث ابن حرداء بسببا وريقه ኣብቲ ፀበባን ከሎ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ብርቱዕ ሓሳብ ኣለዎ እንድሕር ዳኣ ኣብ ከምዚ ወዲቑ ሓደ ሰብ ከ እንታይ ይገብር ከመይ ገይሩ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ይልምን እንታይ ይብል ላኢላሃ ኢላ ላህ አልዓظሙ ልሓሊም ላኢላሃ ኢላ ላህ ረቡ ልዓርሽ ልዓظም ላኢላሃ ኢላ ላህ ረቡ ሰማዋት ወረቡ ልኣርض ورب العرش الكريم الله أكبر يا أخوان حد صحابي النبي عليه الصلاة والسلام لمسجد أتيم أتو تبول الناس المسجد انتا يتعنيحوا مستوى أيزي كوفيلو تعنيحوا مع المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام رئي أمو إلى أمو يا فلان انتا يدى أمسيك المسجد دقاء وقت الصلاة يكون الحجي ناي صلاة قوانا يكون ኣብ ዘይናይ እዋን ሰላት ኣብ መስጊድ ኣቲኻስ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢሎም ኢልዎም ያ ረሱላ ላህ ለዚመትኒ ህሙሙን ወድዩኑን ያ ረሱላ ላህ ያ ረሱላ ላህ ኢልዎም ኣነሲ ህሙም ደን ኩሉ በርቲዑኒሲ ንሱ ዝፀበባ ዚ ምስ በርትዓንስ ካብኡ ክሃድም ኢለ ኣብዚ መስጊድ ኮፍ ኢለ ደለኹ ኢልዎም ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ዳሕራ ኢሎሞ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ያ ፉላን ዘረባ ኣለዋ ንድሕር ድኣ ንዓእተን ዓሊመካሲ ትብሎ ንደ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ብአአን ገይሩ ከዓ እቲ ደን ናትካ የልዕለልካ እቲ ሃሚ ናትካ የልዕለልካ ትደሊድኹም ክዕልመካ ኢልዎም ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ፈቃለ በላ ያ ረሱላ ላህ ዓልመኒ እሱ እንዲ ዳ ትደሊ ዘለኹ እሱ እንዲ ዘህድመኒ ዘሎ ዳእሞ ኢልዎ ፈቃለ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም እንታይ ኢሎሞ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ቁል ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ልዓظሙ ልሓሊም ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ረቡ ልዓርሽ ልዓظም ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ረቡ ሰማዋት ورب الأرض ورب العرش الكريم زي أبلي لمه إلو زي صحابي نزا دعاء زي أي ليا فقضى الله همي وغمي وقضى ديني يعني فرج الله همي وغمي وقضى ديني إتي يعني همنا تيز نبرني إتي كربنا تيز نبرني غمز نبرني كل العلو اللي رب سبحانه وتعالى كم أون إتي يعني عدانا تيد ماني رب سبحانه وتعالى خمس خفله ገይሩ ኒኢሉ እዚ ሰሓብ እዚ ይዛረበና ማለት እዩ ሊዛሊክ እኽዋን ሓደ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀበባ እንድሕር ወዲቑ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለዎ ከምዚ ገይሩ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ዒባዳ ክገብረሉ ከምዚ ገይሩ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ለመና ከቕርብ ናብ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ይግብኦ ማለት እዩ ጠይብ ማዕና ናቱ ላኢላሃ ኢላ ላህ ጠብዓ ላኢላሃ ኢላ ላህ ብዙሕ ግዜ ተርጊምናያ እንታይ ማለት እዩ ላ ማዕቡደ ብሓቅን ኢላ ላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብሓቂ ክትግዝኦ ዝግብኦ ولحد يلم بجك رب سبحانه وتعالى تبلا الله مالتي العظيم العظيم اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى عبوي كبور دخنا غيتا تبلا الله خان رب سبحانه وتعالى عظيم دخنا غيتا تبلا الله خان ربنا سبحانه وتعالى زخا كفت اسماءنا يا رب سبحانه وتعالى حدي الحليم كذلك خفتي اسماءنا يا رب سبحانه وتعالى حدي بو غير كان رب سبحانه وتعالى تمغس الله لا إله إلا الله رب العرش العظيم كم أون لرب سبحانه وتعالى بمنتهي تمقسو لخا إتي بجكا نعوء إنت زي كوين خالي عبادة زي قبا دخوانا قويتا كم أون تاي دخوانا قويتا نسو رب العرش العظيم يعني ناي عرشي قويتا زخوانا
ክትብሎ ማለት እዩ ንረብና ስብሓን ወላ ኣላሁ ኣክበር ኣላ ስብሓን ወተላ ፍጥረት ናትና እንድሕር ድኣ ክንሪኦ ደሊና ኣላ ስብሓን ወላ ረአዩ ኣኽዋን መጀመርያ ዝሰማይን መሬትን ኩሉ ዝሰማይን መሬትን እንድሕር ድኣ ኣብቲ ዓርሺ እንድሕር ድኣ ተደርብዩሲ ከም ምንታይ ይኸውን ኢሎም ከም ሓንቲ ካትም ናይ ኢድ ከምኡ ኣብ ሳሕራእ ተደርበየት ማለት እዩ ኢሎም እቲ ዕብየት ናይ ምንታይ እዚ እቲ ዕብየት ናይቲ ዓርሺ ማለት እዩ እቲ ዕብየት ናይቲ ዓርሺ ከም ምንታይ ማለት እዩ ከምዚ ሓንቲ ካትም ኣብ ምንታይ ተደርበየት ኣብ ሳሕራእ ተደርበየት ማለት እዩ ኣብ ሳሕራእ ሙሉእ እንድሕር ድኣ ሓንቲ ካትም ወዲቓስ ኣበይ ከም ዘለኸማን ኣይትረአይን ማለት እዩ ፍላሁ ስብሓን ወተላ ዓም ረቢና ስብሓን ወተላ ዓظም እዩ እቲ ፍጥረት ናቱ ድማ ንረአይዎ ከንዲ ምንታይ ይኸውን ማለት እዩ ፈንረቢ ስብሓን ወላ እንታይ ትገብር ኣለኻ ትምጉሶ ኣለኻ በቲ ፍጥረት ናቱ ጌርካ ድሕሪ እንታይ ትብል ላ ኢላሃ ኢላ ላህ ረቡ ሰማዋት ናይ ሰማያት ጎይታ ዝኾነ ትብሎ ንረብና ስብሓን ወላ ኣላሁ ኣክበር ኣላሁ ስብሓን ወተላ ረቡ ሰማዋት ሰብዕ ናይዞም ኩለ ሸውዓተ ሰማያት ናተን ዝኾነ ጎይታ ረብና ስብሓን ወተላ ኣብአን ደሎ ኣብ መንጎአን ደሎ ኩሉ ረብና ስብሓን ወተላ ንስኡ ፈጣሪአን ንስኡ ጎይተአን ኣላሁ ስብሓን ወተላ ወረቡ ልኣርዲ ከምኡ ውን ናይ ምንታይ ናይዘን ኩለን መሬት ድማ ሸውዓተ መሬት ናተን ድማ ንጎይታ እዩ ኣላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ወረቡ ልዓርሽ ልከሪም ከምኡ ውን ናይዚ ዓርሽ ናቱ ድማ ጎይታ ዝኾነ እዩ ትብሎ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ እንታይ ማለት እዩ ዝኩሉ እዚ ሕጂ በዚ ጌርካ ንረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ትምጉሶ ኣለኻ እንታይ ግበረኒ ካብቲ ዘለኒ ሃሚ ካብቲ ዘለኒ ደይኒ ካብቲ ዘለኒ ከርብ ካብኡ ኣውፃእኒ ኢልካ ንረብና ስብሓንሁ ወተዓላ ትልምኖ ኣለኻ ማለት እዩ